خايف اروح الحين بعدين انا دقت فامي يا تشل. تعال ايش فيك خايف منها؟ حاجيك ظلت ابدا بلسان طويل انا ما ابي تشفيك شي صار محترمه. ايه حق لك تكلمني كذي؟ تبي تروح لها؟ روح روح لينقطع اكسجينك. حتى الموضوع صار في اكسجين وهالحكي الفاضي وقله ادب وتجاوز. انت بكبرش ما تلزميني، انت بطريج وانا بطريج، فاهمه؟ لحظه لا تستعجل. هاك اللي ما قدرت تجيبه لك انا جبته لك. شنو هذا؟ شوف تبي تفهم؟ اركب ركب سيارة خلنا نتفاهم بدال الفضايح. يلا أنا ما راح أسكت. باكر عندي دوام وأبي أشتري أغراض. ما علي حبيبتي، أنا أخذك بس نطلع علي شوي. حور لحقي على ريلك راكب مع مها السيارة. نعم مثل ما قلت لك ترى المرة مو هينة هالعيوز. أنا ماني مصدق اللي صار معها، ماني مصدق. ما كان هذا الاتفاق بيننا، ليش سويتي كذي؟ هاو حسين إيش فيك؟ أنا مرتك، بعدين أنا بعمر ما يسمح لي إني أجل الحمل أكثر. خلاص إذا أنت ما تبي الياهل أنا أبي، أول ما أولد طلقني وأنا بربي حسين. أنا ما أبي أعيش بروحي. وليش ما قلتي الكلام هذا من أول؟ ليش حطيتيني أمام الأمر الواقع كذي؟ شكو قصيت عليك؟ أنت ناطر حورة حمل، والله راد وأنا حملت. خلاص هيبة طلقها وقول للكل إن أنا مرتك. لا والله هذا حور ضاق علي. رد عليها، رد عليها وقول إنك معاي وإن أنا مرتك وإني حامل منك. فيك انت؟ ايه ايه جنيتي؟ انا لا جنيت ولا شيء، لكن اقول اختصر الموضوع على نفسك وعليها وقول لها من الحين ما ردها بتعرف. ممكن تسكي لي حلج هذا اللي قاعد احكي؟ ممكن؟ ودي البيت، ودي البيت، تفضلي.